اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعالم دافع البلاء والوباء والقحت والمرض والعالم اسمه مکتوب مرفوع مشفوع منقش في اللہ والقلم سید العرب والعجم جسمه مقدس معتر مطهر منور في البيت والحرم شمس الدحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كحف البراء مزباه الظلم جميل الشيم شفيع العمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره وسدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين امام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين بالقاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعالم دافع البلا والوباء والقحت والمرض والعالم ولام مکتوب مرفوع مرفو ام مشفو اللہ والقلم سید العرب والعجم جسمه مقدس معتر مطهر منور في البيت والحرم شمس الدحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كحف البراء مزباه الظلم جميل الشيم شفيع العمم